السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعنا فيها. أحزاب اتحاد قوى الأغلبية تؤكد من جديد تمسكها بالحوار بعد تعليقها المشاركة احتجاجا على أساليب التنظيم. شركة تازياز تتوصل مع عمالها إلى اتفاقية جماعية جديدة تنظم أحكام وشروط العمل في الشركة لمدة 3 سنوات قادمة. الآلاف يجوبون شوارع العاصمة باماكو احتجاجا على قانون الانتخابات وللمطالبة بفتح وسائل إعلام الدولة أمام الأحزاب السياسية كافة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن اتحاد أحزاب الأغلبية المكون من 12 حزبا سياسيا رفع تعليقه المشاركة في الحوار الذي أعلن عنه غداة انطلاق وقائع جلسات الحوار السياسي بقصر المؤتمرات بنواكشوط. وقال المتحدث باسم الأحزاب إن الاتحاد كما هو واضح من اسمه جزء من الأغلبية الرئاسية ويتبنى جدول أعمال الحوار. ودعا الاتحاد كافة القوى السياسية في البلاد للسير في هذا المنحى لأن الحوار الوطني الشامل لا سقف له ويتناول كل ما يحقق مصالح البلاد. أعلنت شركة تازياز أنها توصلت مع مناديب عمالها إلى اتفاقية جديدة تنظم أحكام وشروط العمل في منجم الشركة، وستوفر الاتفاقية الجماعية الجديدة والممتدة ل3 سنوات قادمة أساسا متينا سيمكن من مواصلة بناء علاقة إيجابية مع الموظفين والعمال كما تحدد الاتفاقية الجماعية. نظام مكافأة جديد يتماشى بشكل أفضل مع الأداء المالي للشركة ويساعد على ضمان جدوائية اقتصادية للشركة على المدى البعيد. وتبقى الاتفاقية المكونات الرئيسية لنظام التعويض بما في ذلك المرتب الأساسي دون تغيير. وأشار بيان الشركة إلى أن الاتفاقية هي ثمرة مفاوضات طبعها حسن النية من الجانبين وأخذت بعين الاعتبار مطالب مناديب العمال وحاجة الشركة لإطار قانوني واضح من شأنه دعم أهداف الشركة في توسيع الإنتاج وتحقيق البرمجة المقررة في المنجم. قال الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد المصطفى والبدر الدين إن الحوار السياسي الجاري يعتبر سابقة في الحوارات لأنه يجمع رئيسا وأغلبيته بمختلف ألوانها ولن يكون له بالتالي أي مبرر إلا إذا كان تدارس المجتمعين بقصر المؤتمرات أفضل السبل لاستمرار تأييد النظام وسيطرته على مقاليد الأمور في البلاد. لا يشدوا أخبار بس من حالة يواصلوا ظلم بس من حالة يوطدوا نظام بس من حالة يقمعوا المواطنين. ذو الناس اللي قال لكم محمد دناجي قوم عراق المحبوسين اللي من محبس 15 سنة واللي نحبس 10 سنوات والترك اللي كلها ما تلحق 20 سنة ينحبس 3 سنوات على مدة نتكلم. بس من حالة يواصلوا ذا النظام الجائر اللي كنا نوصفهم. هذا هو اللي يشدوا وهو اللي تظهر نتائج الصبح. وبالتالي من هذا المنبر منبر العويجة اجتماع اليوم اللي اجتماع كبير ومهيب عالنين معارضتنا لهذا الحوار المبارك معه وتنديدنا به ومعلمينكم أنه مقاطعوا المنتدى كامل 14 حزب ومقاطعوا والدادة والتكتب ومقاطعوا برام وحركته. وتحدث والبدر الدين عن العبودية وتاريخها وما قدم في الساحة الموريتانية من طروحات لحل المشكل وتجاوزه مقدما رؤية حزبه لحل هذا الإشكال. عمين يتكلم عن الحوار وعنه داعية الموريتاني الموالاة والمعارضة لأنها تجمع وتناقش مشاكل الموريتاني لين تحلهم باتفاقها. تمينا كيف قال لكم محمد دناجي إلين قام يامس وعيض القوم وهو ذوك اللي اصلا انت يعدل موزعيه يعيط لهم يعدلوها معه وقالوا له يتحاور معه
مادة ما بينها مشكلة أخوتية متحاورة لهش. هم اللاقوم اللي منهم في الحزب الحاكم واللي منهم اللي كانوا في المعارضة غير تحاوروا معه وتوافقوا معه وحلوا مشاكلهم معه وعادي يجيبوا معه الركيزة واحد. هم ذا اللي يشدوا شنو؟ ما هو بعد مشكلة موريتانيا ولا هو قضايا الكنشات الدين العبودية ولا هو قضايا الفساد والقضاء على الفساد ولا هو قضايا الظلم والقضاء على الظلم ولا هو قضايا الديمقراطية وانتخابات شفافة ونزيهة. أعلنت لجنة الأهلة أن يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر هو أول يوم من شهر محرم فاتح السنة الهجرية الجديدة 1438. وحسب مركز الإشعاع للدراسات والبحوث فإن السنة الهجرية هي سنة قمرية تتألف من 354 يوما و8 ساعات و48 دقيقة، وهي الفترة الزمنية التي يستغرقها القمر في الدوران حول الأرض 12 مرة. نظمت 13 تشكيلة سياسية معارضة في مالي مسيرة جابت شوارع العاصمة المالية باماكو للمطالبة بإدخال تعديلات على النظام الانتخابي الذي تعتبر أنه مفصل على مقاس النظام الحاكم في البلاد. تلبية لنداء 13 حزبا سياسيا معارضا، خرج آلاف الماليين في مسيرة بالعاصمة باماكو احتجاجا على النظام الانتخابي في البلاد والدعوة إلى ولوج وسائل الإعلام المالية المحتكرة وفق المعارضة من طرف نظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وطالب المحتجون كذلك بالسماح للرئيس المالي السابق أمادو توماني توري المقيم في منفاه بالعاصمة السنغالية داكار بالعودة إلى البلاد. وتنتقد المعارضة المالية النظام الانتخابي وتقول إنه مفصل على مقاس النظام ولا يمكن قبوله، خصوصا وأن البلاد مقبلة على انتخابات بلدية وتشريعية شهر نوفمبر المقبل. وكان الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا قد التقى خلال الأسابيع الماضية عددا من القادة المعارضين كل على حدة لبحث إجراء حوار سياسي وطني والأولويات التي تراها المعارضة المالية ضرورية من أجل النهوض والتقدم. وأكد كيتا في خطاب ألقاه مؤخرا في الذكرى 56 على استقلال البلاد أن المشاورات متواصلة مع المعارضة من أجل الحوار، لكن خروج المعارضة إلى الشارع يؤشر على أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق مشترك بهذا الخصوص. ويقول متابعون للشأن المالي إن البلاد ستصبح على مفترق طرق إن تواصل ضغط المعارضة عبر النزول إلى الشارع واستمر الامتعاض في شمال ووسط البلاد من الأوضاع الأمنية، وهي أزمات يحاول كيتا تجاوزها بالتسويف والتأجيل والدعوة للحوار، لكن وتيرة الأحداث أسرع بكثير من ذلك، وإن كان الرجل قد طوى سنوات 3 من حكمه بانتهاج هذا النهج، إلا أن المستقبل قد يكون أشد ما لم تشترك المعارضة وتتحقق مطالبها وتبذل جهود حقيقية لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد التي تعرف اضطرابات أمنية منذ عام 2012. تحاول بوركينا فاسو أن تتذكر زعيمها الراحل توماس سانكارا وتعيد إليه شيئا من الاعتبار، وهو الذي منح نضاله وحياته سعيا للاستقلال والسيادة. توماس سانكارا مناضل تحرري لقب بجيفارا الإفريقي لقوة حجته وفصاحته الخطابية وسعيه لأن يجعل من بوركينا أرض الرجال بلدا متقدما في عدة مجالات. ترك بصماته الواضحة على الصحة والتعليم وتأسيس البنية التحتية. اغتالته يد الغدر في العام 1987. نتابع. تتذكر واغادوغو الرئيس البوركيني السابق توماس سانغارا وهي على بعد أيام من حلول الذكرى 29 على اغتياله. تتذكره بوضع نصب تذكاري له في العاصمة التي اغتيل فيها ذات ضحى من منتصف شهر أكتوبر عام 1987 وفي ظروف غامضة، أو هكذا أريد لها أن تكون. توماس سانغارا الذي تحاول واغادوغو على استحياء أن يكون حاضرا في حاضرها ومستقبلها رغم غيابه المطل بهدوء على عقده الثالث،
وصل إلى سدة الحكم في بوركينا فاسو عبر انقلاب عسكري عام 83، وبقي في الحكم 4 سنوات قبل أن يغتال لاحقا. ينظر البوركينيون إلى توماس عازف الجيتار سابقا والعازف لألحان السياسة لاحقا كرجل ثوري يتمتع بكاريزما قوية ورؤية اقتصادية واجتماعية متبصرة. غير سانغارا اسم البلاد غداة وصوله السلطة من فولتا العليا إلى بوركينا فاسو، وتعني أرض الرجال النزهاء. ركز سانغارا خلال سنوات حكمه على الصحة والتعليم والنهوض بالوضع الاجتماعي، لكنه لم يعمر في السلطة ولا في الحياة، فاغتيل حلمه خلال الانقلاب العسكري الذي سيتولى على إذره كامباوري الحكم في بوركينا فاسو ويتهم بقتله. تتذكر بوركينا فاسو قائدها سانغارا في ذكرى اغتياله 29، وهي تفتح من حين لآخر ملفات المتهمين بقتله دون أن تتحقق بعد من قاتله وتنفذ فيه العقوبة المناسبة، فقد تقادم الملف وحالت دونه أحداث أخرى غيرت المسار والنظام، وإن تحت يافطة انتفاضة هذه المرة. إلى الشأن الفلسطيني، حيث شهد قطاع غزة إطلاق تظاهرة إلكترونية نظمها فريق الأول من تشرين تخليدا لذكرى انتفاضتي القدس 2 والـ3، مواساة مع التحام أكثر من 20 مؤسسة إعلامية فلسطينية وعربية في بث مشترك في مشهد عكس محورية الحضور الإعلامي ودوره في صناعة الثقل التأثيري للقضية الفلسطينية في الذاكرة الإنسانية وتعزيز دعم الانتفاضة المقدسية باعتبارها عنوان العمل الوطني المقاوم. تفاصيل الحدث في التقرير التالي. في ساعة احتفاء لا صوت يرفع فيها فوق صوت التغريد إنشادا وإنشاء، أخذت أرض المعارض وسط مدينة غزة زخرف طلعتها وزينت، داعية عمارها إلى كلمة سواء أن يوحدوا طبقة شدوهم ويضبطوا قيثارة عزفهم على وتر موحد حدوده انتفاضة القدس من جميع الجهات. سلخ من نشيد الفعالية تغريد المشاركين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أضخم تظاهرة إلكترونية دعما وإسنادا لانتفاضة القدس، فبدأ عزف أنامل تغريدهم المستور من حيث توقف إيقاع شدوهم الصادح في مضمار التنافس. كانت الحواسيب والأجهزة اللوحية وذكيات الهواتف رهان تحديه، بينما ظل واسم انتفاضة القدس خط شعاره العام. ثنائية النشيد والتغريد وازتها ثنائية أخرى أقوى دلالة وأعمق مغزى، وهي تزامن ذكرى السنوية الأولى لانتفاضة القدس 3 مع ذكرى أختها الثانية التي دوت في تشرين الأول أكتوبر 2015. جهد المشاركين المضاعف ورفع واسم انتفاضة القدس مكانا عليا بوأه الأولية على الترند الفلسطيني لدن أول ساعة من انطلاقة الحملة بوصفه أكبر هاشتاغ من حيث الحضور التفاعلي والتشاركي على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما منها الفيسبوك وتويتر. فريق الأول من تشرين الشبابي الذي تسنم ذروة السبق بتنظيم التظاهرة أكد على دعمه الكامل لانتفاضة القدس والاضطلاع بالدور الريادي وفق المتاح لتعزيز العمل المقاوم في قطاع غزة والضفة المحتلة. وتأتي تظاهرة الشبابية الإلكترونية بين يدي إعلان نحو 20 فضائية ووكالة وإذاعة فلسطينية وعربية انضمامها لموجة بث مشترك إحياء لذكرى انطلاق انتفاضتي القدس ووفاء لشهدائهما وأسراهما في بث حي مركزه استديوهات فضائية الأقصى بغزة، ومحور تناوله أسباب اندلاع انتفاضة القدس وتضحية الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية ودور الإعلام الفلسطيني في إسنادها ومستقبل الانتفاضة وآفاق استمراريتها. وتبقى التظاهرة أوله عرس تخليد بطعم الاحتفاء تعيد به خارطة العمل الإعلامي الفلسطيني في نسختها الإلكترونية تشكيل جغرافيا مشهد الوعي التأثيري على بصيرة وبالتي هي أرسخ وأوسع. يعتبر نادي الفرسان الموريتاني الوحيد الذي ما زال يحافظ على استمرارية رياضة الفروسية من خلال مركز خاص بتعليم طرق ركوب الخيل، وقد سبق لهذا النادي احتلال المركز الأول في بعض المسابقات الوطنية التي تم تنظيمها في السنوات الماضية. نتابع.
الفروسية في موريتانيا ليست وليدة اللحظة، فهي تاريخ ضارب في الجذور وموروث شعبي تمسكت به الأجيال جيلا بعد جيل، وليست أيضا بالرياضة الشعبية الأولى في ظرفية الراهنة بقدر ما هي مجرد لعبة رياضية تستهوي البعض ورهينة مواسم وأحداث معينة تظهر فيها هذه اللعبة بين الفينة والأخرى كيوم 28 نوفمبر وغيره من المناسبات الوطنية. محمد داود مدرب عرف البعض ركوب الخيل من خلاله، فقد قرر منذ عام 2012 إنشاء مضمار خاص بالسباقات والتدريب والتطوير من أداء كل المشاركين، حيث تعتبر غالبية الملتحقين بهذه الرياضة من الأطفال. يبدأ في شد حبال السرج صبيحة كل يوم وتعليم طريقة اعتلاء صهوات الخيول. لدينا العنصر البشري متوفر، أطفالنا يستطيعون الدخول المشاركة والدخول والفوز. شأنهم مثلا شأن الشعر في موريتانيا، الشعر في موريتانيا نحن أرض المليون شاعر، ولكن لم يظهر فينا أمير للشعراء إلا عندما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بجمع العرب على مسابقة شعرية، فبدأ الموريتانيين هم الأوائل عالميا. ولدينا في نفس هذا المجال، مجال الفروسية، لدينا فرسان لو فتح لهم المجال أن يشاركوا عالميا هم عالميون. من أكثر المشاكل التي تقف عائقا أمامه هي الحصول على حصان عربي أصيل، حيث تتم جمركته بمبلغ 400,000 أوقية. والله العقبات كثيرة، من ضمنها مثلا كيف قلت لك الحصول على الخيل العربية الأصيلة من الخارج. نحن نواجه مسألة الجمارك، الحصان العربي الأصيل يجمرك بما تجمرك به سيارة 400,000 أوقية كحد أدنى. أحمد أشرف رمضان طفل في 11 من العمر التحق بهذا المركز التدريبي منذ قرابة 3 أعوام، وقد سبق أن احتل المركز الأول في سباقات يوم عيد الاستقلال. يعرف ركوب الخيل حق المعرفة وهو في هذه السن المبكرة من العمر، يقفز من فوق الحواجز واحدا تلو الآخر. جيتونا نركب الخيل وما كنت نعرف، الحمد لله عدت نفوز البطولات الفروسية، الفوز تلفنتويت 2015 نوفمبر. كذلك الطفلة منى محمد داود بدورها تريد المشاركة في سباق 28 القادم والحصول على مركز متقدم في السباق. حال هذه الطفلة كباقي حالات صديقاتها في هذا المركز، هي مجرد ابتسامة أمل على ظهر حصان صاحبتها تحلم بمستقبل واعد في هذه الرياضة في بلد غابت جل رياضاته عن المحافل الدولية. ومعنا للتعليق على الموضوع محمد داود وهو المسؤول الأول عن مركز التدريب على الفروسية. أهلا وسهلا بك. أهلا. من خلال التقرير لاحظنا بروز بعض الأطفال في رياضة الفروسية، ما هي الطريقة التي جعلتم من هؤلاء فرسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر القناة على هذه الاستضافة، نشكركم أيضا على تسليط الضوء على هذه الرياضة المهمة والتي تعتبر جزءا من التراث العربي والإسلامي والتاريخي لموريتانيا. أريد أن أنوه أن الأطفال بطبعهم يحبون الخيل ويحبون ركوب الخيل، وبالتالي عندهم ما يكفي من الدافع لأن يتعلموا ركوب الخيل. نحن وفرنا لهم مكان مناسب آمن، زي مناسب آمن، ووفرنا الخيل وقمنا بتدريب الخيل نفسها لكي لا تكون خطيرة جدا كالخيل التي أقل ركوب في البوادي ما هي مسد. إذن ما مستوى تعاطي اتحادية الفروسة مع مركزكم؟ في الحقيقة الاتحادية نحن ورثنا مجهود كبير جدا قامت به منذ بدء إنشاء الاتحادية. أنشئت على ما حسب معلوماتي في سنة 2000، قام بمجهود كبير في إنشائها رئيسها الحالي
السيد ماما والأحمد الممة. نعم. وكذلك أعضاء قاموا بعمل كبير جدا في المحافظة على نشاط رياضي بسيط، وهو إجراء سباق شهري طوال العام يتوقف فقط في فترة الخريف بسبب الأمطار. مجهود يشكر عليه. ما زلنا جميعا لست مخولا بالحديث عن الاتحادية، أنا عضو في الاتحادية ولكن نحن اتحادية منظمة. نعم. نتحدث عن تعاطي الاتحادية معكم أنتم. الاتحادية تشجع إنشاء النوادي لأنه هذا في مصلحتها، لا يوجد أي مشكلة. الاتحادية من مصلحة الاتحادية. ما نوع التشجيع؟ في الحقيقة ما تقوم هناك دعم تقوم به؟ لا دعم لا يوجد أي دعم. نحن نعتقد في الحقيقة دعم مفهوم واسع. بالنسبة لنا كل من يدعو لنا بالتوفيق هو داعم لنا. نعم. أما ما يتعلق بالدعم المادي لا يوجد أي دعم مادي من قبل الاتحادية. نعم. هل سبق وشاركتم في بطولات دولية؟ أولا أريد أن أنوه إلى مسألة مهمة جدا. نحن كاتحادية لسنا عضوا في الاتحادية الدولية للرياضة الفروسية. نحتاج الكثير من العمل، وقد طرحت الاتحادية هذا الموضوع في إحدى جلساتها. نحتاج إلى الكثير من العمل ولنا الانضمام إلى الاتحاديات الجهوية أو الإقليمية في المنطقة. ما الذي يمنعكم من أن تكون اتحاديتكم اتحادية معترف بها دوليا؟ كما قلت لكم نحن متأخرون إلى حد ما. لا نمتلك في موريتانيا، لا نمتلك الخيل التي تستطيع أن تنافس دوليا. تكلمت في السابق مع الكثير من الصحفيين ومع الإخوان في الاتحادية الموريتانية للرياضة الفروسية أننا في موريتانيا نمتلك العنصر البشري. أما الخيل ففي الحقيقة نجد صعوبة في الحصول على الخيل التي ترث صفات السرعة والكفاءة للمنافسة دوليا. نعم. ما هي نسبة الإقبال على ناديكم؟ نعتبرها جيدة إلى حد ما، ما دام جميع الأطفال يحبون رياضة الفروسية بغض النظر عن الإقبال. الإقبال ما زال ليس كبيرا بما يكفي. نعم. جل رواد النادي هم من الأطفال؟ بالنسبة لنا أنا أستطيع أن أقول لكم كل رواد النادي من الأطفال. أنا أخذ فقط أستقبل فقط الأطفال، النادي معد لتدريب الأطفال أساسا. أحيانا وفي حالات خاصة عندما يأتيني طفل يريد أحد ذويه أخوه الأكبر أو كذا أن يتدرب معه. نقبل بذلك، لا يوجد مشكلة. نعم. هل توجد لديكم خيول عربية أصيلة تعولون عليها في المشاركة مستقبلا في البطولات الدولية في حال أتيح لكم ذلك؟ في الحقيقة استجلبنا العام الماضي أو 2014، بعد 2014 في نهاية 2014 استجلبنا حصان عربي أصيل، قمنا باستجلابه من المغرب. ومازال موجود، وهو حصان في الحقيقة لا يستطيع المشاركة دوليا لأنه نصفه حصان جمال. أبوه من خيل الجمال استعراض الجمال، والأم من خيل السرعة، وبالتالي هو ليس متخصصا في إحدى هذه المجالات. نعم. محمد داود المسؤول الأول عن مركز التدريب على الفروسية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اتحاد أحزاب قوى الأغلبية يؤكد من جديد تمسكه بالحوار بعد تعليقه المشاركة احتجاجا على أساليب التنظيم. شركة تازياز تتوصل مع عمالها إلى اتفاقية جماعية جديدة تنظم أحكام وشروط العمل في الشركة لمدة 3 سنوات قادمة. الآلاف يجوبون شوارع العاصمة باماكو احتجاجا على قانون الانتخابات وللمطالبة بفتح وسائل الإعلام الدولة أمام الأحزاب السياسية كافة. يمكنكم مشاهدينا متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.